موضوعنا تربو تشارجرز وتربو تشارجرز. التربو تشارجرز عبارة عن ضاغط شاحن توربيني، ضاغط شاحن توربيني راح يدار بواسطة توربين. إذن هو عبارة عن جزئين، جزء توربين وجزء كومبرسر. هذه توربين وهذا الكومبرسر مربوطين بشافت، هذا الشافت. كيفية عمل هذا الشاحن أو ضاغط الشاحن توربيني؟ يتم تشغيله عن طريق غازات العادم. لاحظ هذه الغازات العادم، هذه خارج من الاسطوانة وهذه جاي من هذه، فيجي بهذا الانبوب تتجمع كل الاسطوانات، يجي يمرر قبل لا يخرج الى الخارج، يمرر على هذا الشاحن التوربيني، يفر هذا الشاحن التوربيني بهذا الاتجاه وتخرج غازات العادم. كل ما في كل دورة راح تجينا الغازات مستمرة وتخرج ب من هذا الاتجاه، راح تدور الضاغط التوربيني بنفس الاتجاه. فإذا أكو عندنا هواء راح يجي يدخل من هذا الاتجاه، تسحب هذه الضاغطة وتضغط الهواء الداخل من المحيط وترفع من ضغطه ودرجة حرارته وتوزع على الاسطوانات. طيب هنا شنو الميزة اللي يتمتع بها هذه؟ انه ما ياخذ حركته منين؟ من عمود المرفق المحرك، وبالتالي فهو اذا ما راح يصير باراسايتيك لود، يعني ما يصير طفيلي، حمل طفيلي على المحرك. ليش؟ لأنه إحنا غازات العادم هي أوردي وين طالعة للخارج، بدل ما أنه تخرج وبيها طاقة، بيها طاقة، فلذلك نستخدم هذه الطاقة قبل لا تطلع. فإذا ندور بها هذه الكومبرسر. يعني إحنا عرفنا بالسوبر تشارجر هو راح يسوي يرفع من ضغط ودرجة حرارة الهواء الداخل، وبالتالي تزداد كفاءة المحرك. مع ذلك فإن تدفق العادم يتسبب، يعني حتى كل ما يخرج من كل الاسطوانات من كل بالتتابع حسب نظام اشتغال المحرك، فقلنا هذا راح يؤدي إلى زيادة بالضغط. إذن هذا ايش راح يسوي؟ يقلل من إنتاج طاقة المحرك بشكل طفيف. ليش؟ لأنه إذا كل ما قل الضغط العادم راح يقل إنتاج، ليش؟ لأنه راح كفاءة هذه الكومبرسر راح تقل. يتمتع محركات الشحن التوربيني بمعدلات استهلاك وقود أقل، إذن fuel consumption راح يكون أقل، فإذن راح يسوي لي produce more power، بينما قوة الاحتكاك راح تبقى هي نفسها. ليش؟ لأنه هنا هو ماكو الاحتكاك، يبقى بس مجرد بالأجزاء اللي يصير بها احتكاك الدوارة. فإذا هنا المحركات اللي تمتلك توربو تشارجر فهي راح تكون خسائر الاحتكاك أقل من اللي تستخدم السوبر تشارجر. فإذا أقصى ضغط بمنظومة العادم للمحرك راح يكون هو أقل، يعني very little، العفو very little above، يعني أقل بكثير منين
العفو أقل يعني very little above راح يكون بقليل عن من عن الأتموسفيرك، يعني إنه ضغط العادم راح يكون شيء أكيد، ومثل ما شفناه بالدورات يعني من رسمنا السايكل أعلى من الأتموسفيرك، so there can only be a very small pressure drop through the turbine، وبالتالي إنه هذه التورب خلال التوربين راح يخسر ضغط قليل عندما يمر بالتوربين. أيضا ذكرنا سبب من ذلك أنه من الضروري إدارة أو دوران التوربين بسرعة عالية جدا، لذلك أنه القدرة الكافية لإنتاج هذه لدوران التوربين حتى يدور الكمبرسر، السرعة راح تكون ما بين 100,000 إلى 130,000 revolution per minute، هو هذه الشائع تكون تدار بسرعات عالية تعطينا السرعة أو العفو القدرة الكافية لإدارة هذا الكمبرسر. راح نشوف المساوئ اللي يتمتع بها هذا التوربو شارجر، أو اللي يعني تخلينا من ضمن الشغلات الغير مقبولة هو نسميه توربو لاج. هذا التوربو لاج إيش وقت يحدث؟ التوربو لاج يحدث بحالة يعني رأسا في حالة تغيير الثروتل. لاحظ الثروتل هنا أنا اللي تكلمنا عليه، انه احنا من نريد نغير من سرعة المحرك لابد انه ننطي اشارة اعاز الى الثروتل حتى يمرر لي كمية الهواء المطلوبة تتعادل معه وتتوازن مع الوقود. ليش؟ لانه احنا المحرك قلنا يشتغل على يعني air fuel ratio. زين، عندما هذا الخانق راح ينغلق او ينفتح يعني مباشرة بسرعة عالية، حتى شنو من نفتحها حتى نحصل على تعجيل لهذه المركبة. يعني انا اريد سرعة عالية، بالتالي اذا راح افتح هذا الثروتل. زين، اذا انفتح هذا الثروتل المفروض اكو استجابة المن حتى يعوض هذه السرعة، او انه يريد ينفذ الطلب اللي اجا انه السرعة. طيب بس احنا شنو بهالحالة؟ ما عندنا هذه، لاحظ انه السوبر تشارجر هو راح يشتغل دايركتلي، تتغير سرعة المحرك راح يتغير، بس التربو تشارجر هو على من يشتغل على العادم. زين، العادم انا كان المحرك يشتغل بسرعة معينة وانا ردت ازيد السرعة لازم انه ايضا التربو تشارجر راح يتغير بهذه السرعة. طيب هذه لازم لما تنتج غاز عادم يلا بيك الساعة راح تقدر انه التربو تشارجر يعوض هذه التغير بالسرعة. لاحظ هذا ايش راح ياخذ؟ هذا راح ياخذ العديد من الدوران المحرك، يعني يراد له بعد دورات عديدة يلا ينطي حتى او يغير من الاكزوست فلوريت يزيدها. اذا اذا زادت معناته سرعة المحرك لازم تزداد، اذا كمية العادم راح تزداد، وبالتالي هنا يلا نحصل على دوران اكثر يناسب هذه السرعة. and to speed up the rotor of the turbine. هذا التوربو لاج راح has been greatly reduced by using شلون نقلل من هذا التوربو لاج. هذا يعني واحدة من المساوئ اللي يتمتع بها التوربين،
أو التوربو شارجر. لذلك حتى نحاول نقلل من أهميتها، فش يسوون؟ لايت ويت سيراميك روترز، هذه الدوار مالته راح يكون يخففون الوزن ويخلونه من السيراميك. ليش؟ لأنه السيراميك قليل الوزن. That can withstand the high temperature، وراح يقاوم سيراميك، راح يقاوم درجات الحرارة العالية. And that have very little mass inertia، بالتالي إذا كان الوزن مالته خفيف، إذا الماس إنيرشيا راح تكون قليلة جدا. يعني إحنا مثلا إذا عدنا، لاحظ إذا تسوي هذه الفرارة مثلا تخليها على محور، هذا المحور هو حديد تريد تدورها، فراح تكون صعبة. أما إذا مثلا تخليها على فشي يعني خشبة صغيرة هيك عودة، هذه فراح نشوف إنه تكون أفضل. Turbolag can also be reduced by using smaller intake manifold، إذا أيضا نقدر نقلل من عدها هذه Turbolag باستخدام السمولر انتيك مانيفولد. والسمولر انتيك مانيفولد يعني شنو؟ اصغر، حتى شنو ما راح ياخذ وقت اكبر، او بالتالي يعني راح تصير الثقل السرعه.